ألف مرحبا، هذا فيديو جديد. هذه مرة الثانية اللي صيفطت لي هذيك الشركة، معروفة هنا في الطاليان، ديال الدكتور الشعر. صيفطوا لي الماكلة، كل ما كيخرجوا شي منتوج جديد كيصيفطوه لي باش نجربوه نعطي فيه رأيي، حيت هذا الماكلة هذه كنت كنستعملها اكثر من 10 سنين، لمدة ديال يعني اكثر من 10 سنين كنستعملها، لقيتها عجبتني بزاف الصراحة. انا كنت ديما كنحط لكم الوصفات ديال هذا النوع، هذا الباكية ديالها سميتها الدكتور الشعر. تقدري يعني تلقاوها في الكوبات، وكاينه في السوبرات، فين ما تمشيو كاينه هذه الماركة هذه. يعني كل واحد عنده الاختيار، تقدروا تاخذوها، تقدروا تاخذوا الماركة اخرى. المهم حنا متشوقين باش نشوفوا اشنو كاين في هذا، في هذه الكرتونه هذه. ما عرفتش اشنو صيفطوا لي هذه المره هذه. ها انتم دابا غادي نحل الكرتونه معكم. هذه باكيه ديلوكس، البكيه في البكيه، البكيه في البكيه، ما شاء الله زوين والله. ما بينساتي هاتي عطاو لك كاع التفاصيل. دابا كاين هذه المكتوبه كيعطيوك لك لا ديسكريبسيون، وهذه الرساله اش غيكون فيها؟ ما عرفتش. نحلوها، حلوها حلوها حلوها، اش فيها؟ شوف شنو كاين في هذه الرساله. حلو والله الا متشوقين. سبحان الله، ما عرفتش شنو هذا الشيء. نشوفوا. هذه واحد المبادره، واحد المبادره كتخليكم تزرعوا الشجره عن بعد، وانتم تبوا النمو ديال هذاك الشجره، ديال هذيك الشجره. دابا البنات غتكوني شي جمعيه شي جمعيه كتصيفطي ليها البنات باش يزرعوا الشجر. اكزاكتو هنايا كاينه التسميه ديالك، تشاو مريكا قالوا لي. siamo felici di presentarti una novità molto importante per noi. زعما هذه واحد الرساله فين هما فرحانين، حيت اخيرا غادي يقدروا يقدموا ليك المنتوجات ديالهم جديده في هاد لا لينيا بيو ديالهم. زعما هذا الشيء دابا اللي خرج، حيت هادو المنتوجات ديالهم جداد اللي يلا خرجوهم. هنا كاين الدفطار، وقيلا غادي نبقى فيها الطبيعه وفيها كل شيء. وبالذكر الطبيعه البنات، هذه الماكله الصحيه خاليه من الجلوتين، صحيه للصحه ديالنا. اللي كيهلك الصحه ديال بنادم هو جلوتين. ها انتم كتشوفوا، صيفطوا لي هذا المنتوج، هذا جديد عندهم في الشركه، يلا خرجوه وصيفطوه لي. وصيفطوا لي هذه الحلوه هذه مادلين، مادلين مادلين بالشوكولات. وهذا الصك، ها انت هي باقي فرقش في السكان والله لا عجبني هذا اللي ديال الخبز. ما عرفتش حتى ديال الكتوب، دير فيها اللي بغيتي. ديال الكتوب هاي من اللي صدها. صيفطوا لي هادو المنتوجات الجداد، اما هادوك القدام اللي عندهم اللي كنت كنستعملهم لمده ديال 10 سنين كانوا صيفطوا لي الكرتون. راه غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف ديال هذوك المنتوجات. هاد المنتوجات اللي عندهم اللي دابا يلا خرجوا هاد العام، هادو جداد عندهم. كنتمنى يعجبوكم ان شاء الله. غنعطي فيهم رايي، وغنقول لكم يعني الفيديو المقبل غادي نعطي فيهم رايي. شي كل المنتوجات ديالهم جداد اللي خرجوا. كاينه هاد بيسكوي بيو، وكاين هذا بالشوكولات والزرارع، وكاين هاد الخبز حتى هو بالزرارع، كاين هذا بلا الزرارع، كاين هاد لي بات، كاين سباغيتي، كاين هادو اللي دايرين بحال كريكيرز، تسمو ليهم كريكيرز، ما عرفتش شنو كيسمو ليهم بالعربيه. وكاين هاد مادلين بالشوكولات، كاينه بلا مادلين. هاد المنتوجات كلهم البنات مصيبين من الدقيق ديال الروز والدقيق ديال الذره، يعني صحيين 100%، ما غاديش تخافوا منهم. وهاد المنتوجات هادو ما داروش فيهم المواد حافظه، بالناس يعني بالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا على الصحه ديالهم. صافي، هذا هو الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى يعجبكم. ما بغيتش يعني يجيكم الفيديو طويل، كنتمنى يعجبكم. الا عجبكم وبغيتوا المزيد من المعلومات على هاد المنتوجات، كتبوها لي في الكومونتير. الا بغيتوا شي حاجه كتبوها لي في الكومونتير،
كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الا عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يوصلكم كل ما هو الجديد من المطبخ. ما تنساوش تنورنا غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.